هتقول يا شيف انت بتخترع الذره، ما احنا بنفرم التوم كده واجي اخزنه عليه كله ميه ولونه اخضر. اه وارد وارد، بس انت مش الشيف المغازي. اه توم اهو 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 اهو. الله الله على توم مصر وارض مصر، توم ارضنا. اه القران الكريم اللي قال، مش انا اللي قلت. اه 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 هناخد ده كده اه شويه على قد الايه، اللهم صل على النبي. ده لا انصحك تخزنيه، ده هينفعك. لا تشتغل كتير يعني، نقلب. هتجيب صينية، نحط في الصينية دي ورقة زبدة. الله يبارك لك يا شيف، ده انا التوم ده كان عندي مشكلة، ده اللي كان يخلينا اكسل اخش المطبخ. بكون جاي عندي حفلة بالليل، خارجة بشتغل، التوم مش بيطلع من بين اصابع الايد او بين ضوافر الايد بسهولة. اه كل ما احط ايدي عند عينيا اشم ريحة التوم. الشيف المغازي ريحنا من القصة ديت مرة في الشهر، مرة مطلوب منك، مرة في الشهر، مرة كل 15 يوم يا ستي، يوم الاجازة. اه كيلو توم. اه اه حلو، ووزعه كده. مخرجنا الجميل ربنا يولدك بزيارة النبي في الأيام المفترجة أهو. أنا ليه بعمله كده؟ عشان التوم ده أنا بفرده زي البسبوسة كده أهو، وبعد كده يخش الفريزر يتجمد. بالشكل ده كده. حد بيقول لي ممكن نحط زيت؟ كلام حلو. التوم ده عمره ما يسود منك، التوم ده لازم يتحط في تبريد عالي جدا. لا ولو انا هخزنه واحطه ببرطمان بحط على وشه شويه زيت عشان ما يجمدش معايا في الثلاجه، انما انا احطه في الفريزر دلوقتي تبريد عالي عندي 20 تحت الصفر، ده على طول يجمد. من الاخطاء الشائعه اللي بنقع فيها ان احنا بنحط التوم في تبريد ضعيف جدا، بينزل الميه بتاعته، بيخليك ريحه الفريزر كل توم بيسود منك. عشان كده بقول لك التبريد بتاع التوم او تجميد التوم عايز فريزر قوي جدا. دي اهم حاجه في رمضان ممكن تعمليها. اصدقيني انا لما بكون عندي توم مفروم في الثلاجه بتشجع واخش المطبخ، هعمل طبق مكرونه بالوايت صوص، هعمل شويه جمبري بطل فلاير، هعمل بطاطا حاره بالكزبره والتوم، هعمل طشه الملوخيه بالتوم والكزبره الناشفه. خلاص خلصت الحدوت. اه ده التوم جاهز معايا. اخلص كده من الكبه اللي ايه، شيلها كده على جنب. طب بتعملي كميه قليله ممكن تعملها في طبق فوم زي ده، بلاش داعي انك تعملي الكميه الكبيره ديت، عادي اسره صغيره ممكن تعملي طبق زي كده وتحطه في الفريزر عادي. حلو الكلام ده، يتحط في الفريزر بيطلع بعد التجميد، بنقطعه زي البسبوسه. ده بعد ما يتحط في الفريزر بيطلع بنقطعه زي البسبوسه، مكعبات مربعات 2 في 2 1 في 1 سنتي في سنتي مثلا حسب استخدامك، وتيجي حطاه في كيس نايلون زي ده كده. دي كيس نايلون اهيت بتاع التغليف موجوده معانا اهي، الحمد لله اهي. ده كيس نايلون بيتباع في اي سوبر ماركت. واحطهم في الكيس ده كده واحطهم في الفريزر او في الباب بتاع الفريزر، وقت ما يهفني اطلع مكعب توم واستخدمه. طب دي وسيله او دي طريقه. في طريقه ثانيه، عندك العلب بتاعت مكعبات التلج عارفينها اللي بتحط فيها تلج للاولاد، نملاها التوم ده، واحنا بنملاها بس بنتينها شويه زيت صغيرين عشان ما تلزقش، عشان اول ما نخبطها تيجي نازله منها على طول.